كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله فيديو اليوم راح يكون عن اشياء شريتها من ذا شانل فاكتوري. هذا كنت وايد ناطره انه ينزل الكويت، ما صدقت اول ما ان شفت البوست بالانستغرام انه نزلوا الشانل نمبر 5 عندنا بالكويت بارفي. على طول رحت، واشوى اني رحت لان حصلت كل شيء انا ابي، لان انا متاكده انه بسرعه راح يخلص. فرحت شريتهم خذيتهم، وفي اشياء طالبتهم بعد ديكورات حق البيت. فراح يكون الفيديو اليوم عن شانل، الاشياء اللي شريتها والاشياء اللي طلبتها اونلاين حق البيت، والموقع اللي طلبت منه السوالف الديكور وكذي. راح احط لكم بالديسكربشن بوكس اللينك ماله او اسم البراند عشان اذا تبون تطلبون. فيلا نبلش. وايد متحمسة أجربهم، وايد متحمسة شلون راح أرتبهم، وراح أصور لكم شلون راح أحطهم، لأن مسويت لهم كورنر خاص فيهم راح يكون. أوكي، سو أول لازم كل مرة يصير معي كذي. أوكي، فأول شيء خذيت هذا اللي هو شاور جل، فيه 20 حبة، حجم كل حبة 6 ml، فهو يجون كذي بجار. هذا جار أو بوكس. الله، ابي الريحه تجنن. شوفوا شلون كذي من داخل، كل حبه تستخدمونها مره يعني كذي. نايس، حبيت، وايد حلو. ابي ريحته بس فتحت البوكس والله على طول طلعت. وايد حلو، وايد حبيت هذا. شوفوا الاسعار ما اذكر عدل، بس هم اولموست كانوا كل شيء تقريبا 27 25 دينار كويتي، فهذا كنا كان 27. اوكي، اللي بعده هذا بطل ماي. طبعا اوكي، انا ما اشرب ماي وايد وهذا شيء غلط، يمكن هذا الشيء يخليه يعطيني دافع اني ابدي اشرب ماي، ما ادري، او انه بس نحط ديكور، بس وايد حلو. وهو زجاج كذي ينفتح كذي، بس ترى هو يعني هذا ما يبرد او شيء يعني، بس شكله حلو اللي فيه كذي، وايد حلو. كنا كان 25. اوكي، هذا اللي هو البادي كريم، صاير كذي تيوب كنا معجون اسنان كذي شكله. وهذا اللي هو سباركلينج بادي جل، هذا قالت لي انه هو لمعه للجسم كذي. وهذا اللي هو ذا بودي لوشن كذي، صاير شكله. طبعا الباكجينج وايد حلو. اوكي، هذا سعره 24 لان كان لقيت السعر. الباكجينج هو احلى شيء، عرفتوا؟ اللي بس ما عجبني ان العطر ما كان عطر جديد، كان نفس العطر القديم اللي هو الشانل نمبر 5 العادي، بس انه مسوين الباكجينج غير، بس الباكجينج من برا، مو يعني انه مثلا شكل الباتل نفسه غير او شيء، لا، كان بس باكجينج، ولما تفتحينه خلاص يخترب. فيعني كنت ابيه، بس اذا فتحته عشان اطلع العطر خلاص الباكجينج يخترب، فينقط، ما يصير يوقف، او انه تقدرين تحطينه بطريقه شيء انه يصير شكله حلو. فما خذيت لان انا اوريدي عندي العطر، وحسيت انه يعني، وسعره كنا كان 54 او 45 شيء كذي، اتوقع 54. اوكي، اللي بعده هذا. مكتوب عليه ذا ميستري بوكس. شوفي كنا قمع. فخل افتحه، احاول بدون ما يخترب عشان اراويكم شنو في داخله. وايد.
اخذها هذا مخشب. اوكي داخلها فوطة، بس اتوقع هذه اللي تنحط بالماء تصير كبيرة كذي، فهي هذه فوطة. وداخلها بعد مبرد، شي صاير شكله. وداخلها هذا الكريم، بس انا ما ادري ليش قالت لي ان هذا الكريم غير عن الكريم اللي هو اوريدي عندنا اللي ينباع، قالت لي هذا واحد ثاني. انا ما اتذكر اذا هو كان مكتوب اون هاند كريم هني ولا لا، انا عندي الابيض والاسود وايد احبهم، بس هي قالت ان اللي داخل مختلف مو نفس الباجين يعني. يا راح اجربه واشوف، بس هو هذا اللي هذول اللي موجودين داخل الميستري بوكس اللي هو الهاند كريم مع فوطة ومبرد، هذول الثلاثة كانوا داخل. واخر شيء هذا اللي هو اهم شيء، هذا اللي كنت حيل ابي اللي هو ذا بادي اويل، هذا وايد حلو بنات. انا كان عندي اللي هو مع نمبر 5 اللي كان كذي متين وكنا زجاج كذي كبير، كان ينباع بس بالبوتيك مال باريس عندي اياه، وكان ليمتد اديشن هذا ما في منه، بس ما ادري اذا بس يصير موجود بالبوتيك مال باريس انه على طول موجود او لا ما ادري، بس هذا المفروض انه شيء يشابهه يعني. فيا وايد حبيتهم، الباكجينج وايد حلو ووايد يونس عشان اكمل شي الكوليكشن اللي عندي. راح اروح فوق ان شاء الله واصور لكم عشان تشوفون شلون انا مرتبتهم وكذي، وايد وايد يشوق طريقتهم. وهذا الميني شانيل فاكتوري مالي، حطيتهم هني كلهم مع كل البرودكت مالوتي مالوت شانيل. سويت لهم هذا الستيكرز تحت صورتي، حطيتهم بغرفة الميك اب. اذا تبون تور بغرفة الميك اب قولوا لي عشان اصور لكم اياها. اوكي المهم خلصنا من هذا، الحين راح شنو نبدي بالاشياء اللي طلبتها حق البيت كديكور للبيت. فشنو طلبت؟ طلبت هذول الكتب بنات، لان حسيت انه وايد حلوين ويعطون كذي لون وروح حق المكان. فطلبت ثلاثه، هو في وايد، في عندهم ميكانوس، عندهم تولم، في وايد اماكن، بس انا طلبت الاماكن اللي انا احبها والالوان مالتها حلوه. فطلبت كابري كذي يصير شكله، فراح احطهم كذي فوق بعض، بعدين بحط عليهم هم ديكور ثاني. كابري يكون برتقالي باحمر بنفسجي او وردي، بس ابي اراويكم اياهم بعد من داخل لان الصور تينن وايد. في حمد افتح هذا. اوكي وطلبت ميامي بيتش، طبعا هذا اكثر مكان انا احبه، اصفر وردي وازرق كذي صاير، وايد وايد حلوين بنات الكتب، وايد يعطون روح حلو حق المكان. و ايبيزا او ايبيزا او ايبيثا وتيفر انتو شنو تسمونها، وردي باحمر باصفر الغامق كذي صاير، ميكانوس ازرق بسماوي، تولم اخضر مع بيبي بينك، بس انا حبيت هذول اكثر ولان انا احب هالاماكن عرفتها. فابي اراويكم بس شلون صايرين من داخل، انه هم مو بس انه كشكل من برا، لان انا مليت من ديور وتوم فورد وكوكو شانيل وخلاص يعني، صاروا وايد مستهلكين والكل عنده، فحسيت هذول ايدد وشوي روحهم يعني احلى وكبار وايد، ترى مو صغار وثقال. فشوفوا من داخل كذي يصيرون الكتب، حاطين خريطة، شوفوا الصور شلون يعني حلوين وواضحين ويونسون وكذي كله الوان عرفتها.
وايد وايد حبيتهم. هي اسم البراند هذا اسمه ايزولين اور ايسولين، ما ادري شلون ينطق بس هو هذا اسمه. اوكي، وطلبت بعد هذا التشيلي البني. اسم البراند بولز بوتن، انزين بس هو موجود بنفس ويب سايت اسمه امارة، يبيع وايد اشياء ديكورات حق البيت وكذي، ووايد حلو. هم موجودين الكتب عنده، وموجود عنده نوعين من البني، بس انا حبيت هذا كذي المقلوب، وهو هذا حصاله يعني هني يطلعون الفلوس، فابي احطهم كذي، عرفتوا يصيرون كذي، وايد شكلهم حلو. في بعد اشياء طلبتها بس للحين ما وصلوا، نفس جارز وكذي اشياء، فان شاء الله من يوصلون هم راح اراويكم اياه. بس هذا والله، اذا الفيديو عجبكم حطوا لي ثامز اب، سووا لي لايك، سووا لي سبسكرايب، وشغلوا الباتن اول ما ينزل فيديو عشان يوصل لكم وتعرفون، وكتبوا لي شنو حابين تشوفون بعد. احبكم وايد، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي، ويلا باي.